صحة وسعادة. صباحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم في كل حلقة بنطرق المواضيع الصحية والطبية تهمكم وتفيدكم. طبعا يسرنا استقبال مداخلاتكم واستفساراتكم وملاحظاتكم كذلك على أرقام الهواتف للبرنامج. بس ما قبل ما أذكركم بأرقام الهواتف أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد، فريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، في التنسيق ميرا الغفلي، وفي الإخراج والقواسمة محدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. أذكركم برقم التواصل 6005-5-1414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. مستمعينا مثل ما عودناكم بداية نتطرق لخبرنا المحلي أو العالمي واللي يقول هل اكتشف العلماء إكسير البقاء شاباً؟ طبعا الحين المعظم يمكن تفكيره أن كيف يكون الشخص يعني يستمد حيويته طبعا خاصة في فترة الشباب أنها تستمر وياه لفترات طويلة. فطبعا هذا يعني حتى تفكير العلماء يعني يعني تفكيرهم ودراساتهم بينت هذه الأشياء وأشياء كثيرة كذلك واللي بنتطرق لها في دراستنا هذه. تقول الدراسة كرست بعض أفضل العقول العلمية في العالم لاستكشاف كل جين وخلية في أجسامنا للعمل على كيفية درء عملية الشيخوخة والحفاظ على صحتنا لفترة أطول، وبتمويل من المليارديرات مثل رئيس أمازون جيف بيزوس. فإنما يسمى بعلم التجديد أصبح الآن شركة تجارية كبيرة في قلب وادي السيليكون، وتتراوح الأفكار الجديدة لمكافحة الشيخوخة من العلاجات الدوائية إلى الإجراءات الجنونية مثل الحقن بدم الشباب. وأظهرت العديد من الدراسات في التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين أن الفئران الأكبر سنا اللي حقنت بدم الفئران الأصغر سنا شهدت زيادة في البروتينات المسؤولة عن إصلاح الأنسجة التالفة، فضلا عن تحسين وظائف المخ والعضلات والكبد. ويمول المعهد الوطني للصحة التابع للحكومة الأمريكية بحثا مستقلا كذلك في العلاج. ولم يعد السعي وراء الخلود هو التركيز، وفي الآونة الأخيرة أصبح الأمر أيضا يتعلق بتمديد شيء يسمى متوسط العمر المتوقع الصحي أو health span. وتقول البروفيسورة دام ليندا بارتريج عالمة الوراثة في جامعة كوليج لندن هناك واجب أخلاقي لمحاولة إيجاد طرق للحفاظ على صحة الناس لفترة أطول ولمحاولة تقليل هذه الفترة من فقدان الوظيفة في نهاية حياتهم. وأحدى هذه الطرق التي تستكشف هي إعطاء الأشخاص الأصحاء الأدوية التي تعالج أمراضها مثل السرطان والسكري قبل سنوات حتى من تطور المرض. ويمكن نلاحظ خلال الآونة الأخيرة زادت العلاجات اللي مثل ما نقول تجدد أو تمدد شباب الأشخاص، حتى لو ما كانت شبابيا من ناحية الأعضاء الجسم بس شبابيا من ناحية خارجية، يعني مثل الأشياء التجميلية أو الأشياء الثانية اللي تقلل من الشكليات أو تقلل من أعراض مثل ما نقول الشيخوخة أو كبر السن. طبعا في ناس وايد تهتم بهذه الأشياء، وكذلك العلماء ابتدوا يدرسون هذه الظاهرة أن سبحان الله يعني خلال السنوات وتطور الجسم يعني من الطفل إلى الشباب إلى الشيخوخة والهرم، يعني كل هذه الأشياء يعني إلها مقومات وإلها أشياء سبحان الله في جسمنا تؤدي إلى هذه الأشياء. ف يعني معظم الدراسات بتلاحظون أنها مثل تساؤل طلع وعقب ابتدت هذه الدراسة، يعني تساؤل
أجسامنا تتغير بهالطريقة؟ ليش في هذه الأعمار بالذات؟ ليش كل هالسنوات تطلع هذه التغيرات؟ فالأبحاث والدراسات العلمية سبحان الله تطلع على تساؤل وعلى تفكر في هذه الأشياء، وكل يوم تطلع لنا أشياء جديدة وجديدة، وطبعا هذا اللي يخلي العلم يعني سريع بشكل كبير، وخاصة هذه الفترة، لأن هذه الفترة طبعا مثل ما نقول السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي زاد، فكل الأشياء توصل لنا في لحظتها أو بسرعة كبيرة، يعني ما تأخذ وقت كبير لما توصل هذه المعلومات لنا. طبعا مثل ما ذكرنا أن بخصوص السوشيال ميديا، طبعا مستمعينا نحن متعودين على فقرة السوشيال ميديا اللي تعودنا عليها بشكل يومي، وطبعا السوشيال ميديا لها أهمية كبيرة في حياتنا اليومية، بس نحتاج نستخدمها أو نتواصل فيها بطرق معتدلة، ما بأنه طول اليوم على التواصل الاجتماعي. ويانا اليوم الأستاذة أسماء الجناحي، رئيس قسم الإعلان الصحي بالإنابة، وبتكلمنا عن مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها. صبحت الله بالخير أسماء. صبحكم الله بالنور شروق دكتورة، عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة مرسي. حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. نفس ما قلت دكتورة، الاعتدال وايد مهم. صحيح. في كل شيء يعني، ومن ضمنها قنوات التواصل الاجتماعي، خصوصا مثلا نحن كأشخاص نشتغل في القنوات التواصل الاجتماعي لازم نكون غالبا موجودين 24 ساعة. بعد فترة الإنسان يحس أنه تعبان، مرهق، دائما متنشن، متوتر، حتى لو ما في شيء وترة. فعسبتي من النصايح اللي يعني خففت علي أن على الأقل في بعض الأوقات أن أحاول أخلي تليفوني بعيد، يعني على الأقل ساعة، دام إنه ما أقدر أخليه مدة أطول أخليه ساعة. صح. لما أنام أخليه شوي أبعد عني، يعني بطريقة إن أنا ما أمسكه، لأنه فعلًا هو إدمان، وخصوصًا إذا كان هذا شغلك يعني. أكيد. من الأشياء اللي خففت بعد التوتر النوتيفيكيشن، الإشعارات. من شلت الإشعارات بعد فترة سبحان الله وايد من التنشن خف. يعني هاي من ضمن الأشياء النصيحة اللي حبيت أنصح الناس، وهاي نصيحة جداً مهمة، يعني حتى لو أن شيء بسيط بس لاحظتي الفرق فيه. أنا ميزة التواصل الاجتماعي وخاصة القنوات متوفرة طول الوقت، وكل شوية ينزل لك خبر أو شيء جديد، فأنت تحسين أنك مستمرة أنك تتصفحينها، يعني مرات ما توقفين في التصفح من صفحة تنتقلين للصفحة الثانية. ودائما تكلمنا أيضا عن الأخبار، اليوم عندنا مشاركة جميلة في القرية العالمية، وكنا حاطين في قنوات تواصل اجتماعي عندنا اليوم حملة التبرع بالدم ضمن حملة دمي لوطني موجودة في القرية العالمية بجانب المسرح الرئيسي من الساعة 4:30 لين الساعة 10. ممكن الأشخاص اللي يقدرون يتبرعون بالدم ويساهمون في إنقاذ حياة الآخرين أن يروحون للقرية العالمية إذا كانوا موجودين هناك، ويقومون بالتبرع بالدم. الحافلة بتكون موجودة حتى الساعة 10 مساء. ممتاز. بيكون المكان في القرية العالمية موقع وين بيكون؟ الكبير. عند المساحة الرئيسي. نعم. وهذه دعوة من البرنامج كذلك أسماء، يعني أهمية التبرع للدم، يعني الشخص بيتبرع بجزء من دم صح، بس بيتبرع مش بس لشخص واحد، بيتبرع لأكثر من شخص، لأن هذا الدم طبعا يتجزء. صحيح. فيتجزء الدم على حسب الحاجة، ويعني يتبرع كأنه مش لشخص واحد، يتبرع لأكثر من شخص وإنقاذ حياة، وهذا طبعا يعني شيء كبير الواحد يعني يقدمه الأشخاص اللي محتاجتنا. صحيح. ونختمها برسائلتنا الصباحية اللي تقول: عندما تكون ضيق الأفق ستكون تجربتك في الحياة صعبة، تذكر طريقة تفكيرك تحدد حياتك. ودمتم بصحة وسعادة. ودمت بصحة وسعادة أسماء الجناحي، شكرا لك. طبعا مستمعينا، بالنسبة للرسائل الإيجابية اللي انبثها
في اليوم لنفسنا طبعا لها أثر كبير. يمكن أحد يقولك لا شو بتأثر إلا هي كلمة بس سبحان الله مع الوقت بتلاحظ أن هذه الرسائل الإيجابية حتى لو كانت بسيطة بس تكرارها بشكل يومي صدق يغير من تفكيرنا، وبهالطريقة حتى شخصيتنا تتغير حتى لو كانت مو بطريقة كبيرة بس مع الوقت تكبر، يعني حتى التغير في شخصياتنا يعني يتلاحظ علينا بعد فترة من تركيزنا على الأشياء الإيجابية والأفكار الإيجابية بدل ما نركز على الأشياء السلبية حتى لو كانت شيء بسيط. مستمعينا طالعين فاصل وراجعي لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6005514114 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. مثل ما عودناكم في فقراتنا، الفقرة الثانية تكون الفقرة التغذوية، واليوم بنتكلم عن موضوع جدا مهم وهو بطء تخفيض الوزن. طبعا من المشاكل اللي تواجه الراغبين في تخفيض الوزن أو اتباع حمية معينة هو البطء في نزول الوزن وتخفيضه، وهذا ما يقلق البعض كثيرا. ومرات الأشخاص بنفسهم يشكون في النظام الغذائي أو يعني يحسون بإحباط ناحية هذا البطء في تخفيف الوزن، ويجعله يبحث عن حلول قد تكون غير مجدية، ومرات تدفع هالحالة مثل ما قلنا إلى الإحباط ويترك برنامج الحمية الغذائية. وهذه المشكلة هي موضوع حديثنا اليوم مع ضيفة البرنامج الأستاذة مريم علي، اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي. أستاذة مريم صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور دكتورتنا. حياك الله. الحمد لله، حياك الله ويانا في برامج صحة وسعادة. الله يحييك حبيبتي وأسعد الله صباح متابعينا الكرام. طبعا اليوم موضوعنا جدا مهم لأن ناس كثيرة تعاني من هذه المشكلة وتخليها يا أنها تغير النظام الغذائي الصحي إلى نظام غذائي غير صحي أو غير مناسب لها على حسب وصف الناس لها، وكذلك أو جزء كبير يحبطون ويوقفون أي نظام غذائي ويقولون ما بنتغير ما بنتغير. فحابين نتعرف أكثر طبعا يعني من ناحية خفض الوزن، يعني خاصة للناس اللي عندها زيادة في الوزن هذا حلم يعتبرونه، فليس فقط التخلص من السمنة بس كذلك شيء صحي أن الواحد يخفض وزنه للمستوى الطبيعي. فشو رأيك، شو هي الخطوة الأولى اللي ينبغي على الراغبين في خفض وزنهم أنهم يبدون فيها؟ نعم بالضبط، مثل ما قلتي أن انقاص الوزن صارت مثل مشكلة تأرق الكثيرين من الناس. بالضبط، وهو مع أنه يعني يعتبر يعني شيء بسيط ممكن الواحد يقدر يسويه، ممكن كثرة الأنظمة الغذائية العشوائية اللي ظاهرة أحيان في السوشيال ميديا والناس قامت تتخربط ما تعرف وتتجه لأي واحد فيهم. هو المفروض الواحد يحتاج أكثر شيء هو إجراء تعديل بسيط في نمط حياته وعاداته الغذائية، يمكن تكون هي مشكلة بسيطة عنده هو اللي مسبب له زيادة الوزن، وما يحتاج إلى هاي الدوامة الطويلة العريضة إنه يتبع نظام غذائي ويبتعد عن الدهون ويقلل هذا ويزيد من هذا وها. يمكن مشكلة تكون بسيطة وهو مبحث فيها. فأول شيء لازم وننصحه بشدة أنه لازم يفضل أنه يكون تحت إشراف طبي. أنه يتجه لأقرب عيادة يسوي فحوصاته ويراقب نفسه ويشوف المشاكل الصحية إذا كانت عنده مشاكل صحية، لأن المشاكل الصحية ممكن تأثر على انقاص الوزن.
وبعدها الدكتور هو اللي راح يشوف الأنسب له وبيحوله على أخصائي تغذية. وبدوره أخصائي التغذية راح يشوف طبعا هو عاداته الغذائية كيف هو ماشي عليها، وعلى أساسه راح يعطيه النظام الغذائي. مثل ما قلنا في بعض العادات والسلوكيات البسيطة اللي ممكن الواحد يقدر يعدلها وراح يحصل نتيجة 100% تغيير في الوزن. عندنا مثلا إذا بنقول وجبة الإفطار، كثير من الناس تهمل هاي الوجبة، لأن لها دور كبير في خسارة الوزن إذا واحد التزم في وجبة الإفطار. نعم. وفي عادة ثانية اللي هي مضغ الطعام، نحن متعودين، أغلب الناس متعودين اللي يجون العيادات على البلع، يعني المضغ السريع والبلع. نعم. فكل ما الواحد تريت في المضغ وقل يعني استمتع في الأكل اللي يأكله، هذا راح يساعد إنه يشبع بسرعة. حتى الطعم صحيح، حتى تعرفين طعم الأكل مريم بيكون مستساغ أكثر إذا مضغ بطريقة صحيحة. نعم دكتورة، أصلاً طعم الأكل للاحظوا في بعض الدراسات أن عملية المضغ طعم الأكل حتى درجات طعم الأكل تختلف. صحيح. يعني بداية الأكل بداية المضغ طعم الأكل غير، وعلى نهايته طعم الأكل بعد يكون ألذ. صحيح. فننصح المتابعين يجربون مضغ الطعام على الأقل، نحاول نمضغ ما بين 7 إلى 10 مضغات على كل لقمة، وبنلاحظ التغيير في إنقاص الوزن. الوزن وهذا شيء بسيط، يعني يمكن كثير من الناس مو مفتكر في هالنقطة أو مو مركز عليها. فنفس ما قلتي نعم، فمثل ما قلت يمكن تغيير عادة معينة وجدا تكون بسيطة تعطينا أثر كبير. نعم. عندنا الجوع الوهمي، هذا ناتج عن جفاف الجسم نتيجة عدم شرب الماء. في ناس كثير ما تشرب ماء، وخاصة في هاي الأيام عندنا الجو حلو والناس ما تحس بالعطش، فلازم لأننا نحن لازم نشرب ماء أساس ما نوصل الجسم للجفاف، ونحس نحن نكون عطشانين بس نحس بالجوع الوهمي. فبمجرد ما أننا نشرب ماء خلاص الجوع هذا يروح. طبعا وهي نقطة جدا مهمة كذلك، يعني مثل ما قلتيها الجوع الوهمي يمكن الواحد يتهيأ له أنه يعان بس هو المفروض يشرب ماء، فبهالطريقة الشخص يأكل ويأكل يمكن مرات كميات، أو حتى نقول حتى لو شيء بسيط يمكن في نسبة سعرات حرارية عالية، وهذا بيؤدي إلى زيادة الوزن أكثر من أن خفض الوزن. بالضبط. وفي أشياء ثانية، يعني هاي الأشياء البسيطة اللي الواحد إذا يراقب نفسه فيها وشاف نفسه أنه فعلا محتاج لتغيير راح يلاحظ فعلا تغيير في انخفاض الوزن. وفي عادات ثانية اللي هي من ناحية الأكل. نعم. السكريات إذا كان النوع اللي يكثر منها يفضل إنه يقللها بالتدريج، ما نقول يقطعها نهائي، يقللها بالتدريج. نعم. وهذا الشيء راح يساعده. في ناس متعودة، وفي شيء واحد مهم إن نحن قد ما نقدر نحاول ما نوصل نفسنا لمرحلة الجوع الشديدة. في ناس تبتدي بالرجيم تقطع الوجبات صح وتعتمد على وجبة واحدة، وهذا يعتبر طبعا شيء خاطئ. يعني المفروض الواحد يزيد من عدد وجباته، تكون وجبة خفيفة ولكن كل 3 ساعات نحاول ناخذ وجبة قيمة وخفيفة، بحيث أن نحن نشغل وننشط سيستم الجهاز الهضمي وعمليات الحرق تكون نشطة عندنا.
ممتاز. وطريقة الحرمان مريم يعني ما فقط بتخلي الشخص يعني بنقول فرضا ينقص الوزن بسرعة والجسم يتأثر، ثاني شيء الشخص أول ما بيفكر مرة ثانية بأنه بيسوي حمية بيذكر الحرمان وبيذكر التعب اللي كان يتعبه في الحمية الأولى اللي هي الحرمان من الأكل، حرمان من أشياء يعني من خاصة من الأكل فرضا، إذا قلنا لأنه في ناس يتبعون حميات تكون شديدة على الجسم يعني امتناع كامل عن أشياء كثيرة، فهالشيء حتى مرة ثانية وبيفكر أن أي حد يقول له حمية يعني نصادف نحن مرضى كثير يمكن حتى في العيادة أقول بحولك على دكتورة التغذية أو بتسوي حمية، أحس مثل اللي الشخص يكون يعني تجربة قاسية سابقة من ناحية الحميات. نعم بالضبط، مثل ما ذكرتي ببداية المداخلة أن في ناس تحاول أنها تنزل الوزن، نعم، بس ممكن ينزل الوزن في بداية الأمر ولكن يبتدي نزول الوزن البطيء أو إلى ثباته. أستاذة مريم عندنا مداخلة من أم حمدة. أم حمدة السلام عليكم. عليكم السلام. وبركاته. عليكم السلام. ما شاء الله طيبين. الحمد لله حياك الله ويانا. الله يحييك. موضوع وايد مهم بالفعل مثل ما قلت وايد ناس يعانون من هالموضوع. وكنت بس أبغى أعرف أنا في تقنية معينة اللي هي الصوم المتقطع اللي وايد نسمع عنها حاليا، كنت بعرف شو دورها في مساعدة الأشخاص اللي يشتغلون على تنزيل الوزن، هل بالفعل هي أثبتت أنها هي ممكن تساعد في إنقاص الوزن مع احتفاظ الأشخاص بكميات اللي هي يعني الأكل الوجبات اللي يأكلونها طبعا تكون محددة في أوقات محددة، بس الصيام تقطع بنفسه هل هو تقنية صالحة في هالموقف؟ هذا اللي بغيت أعرف. شكرا. شكرا أم حمدة. على هذا السؤال 100% من الأنظمة الناجحة، من الأنظمة الناجحة، والدليل على ذلك شهر رمضان والصيام اللي عندنا وفائدة الصيام في شهر رمضان، وليش الصيام هذا أساس نحن نجدد سيستم الجسم بالكامل، لازم نعطيه فترة راحة، وهذا الصيام راح يساعد أكيد في كسر الروتين وتجديد الحياة للجسم. صحيح، وأنا أشجع على الصيام المتقطع. طبعا أستاذ مريم، طبعا بالنسبة مشكلة البطء في خفض الوزن واللي هي مثل ما ذكرنا تواجه البعض، فحابين نتعرف أكثر كيف نتغلب عليها وشو أسباب هذه المشكلة. نقول الأسباب للناس اللي ماشيين على نظام ومتحيرين ليش النظام هي فجأة ويوغا. صحيح، في بعض الناس تكون فئة من الناس عندهم الاستعجال في النتائج مثل هوس مراقبة الوزن، كل يوم يراقب وزنه، كل يوم يراقب وأكثر عن مرة في اليوم مرات، وتوتر نفسي وضغط نفسي. هذا الأمر روحه يخلي مثل ما تعرفين دكتورة هرمون الكورتيزون شو يسوي. صحيح، فهذا حتى لو أنت بتمشين فهذا الضغط النفسي ممكن يأثر، أنت ماشية صح ولكن الضغط النفسي هذا ممكن يأثر. ليش الاستعجال؟ تراني إن شاء الله راح أنزل، خلي الوزن ينزل على راحته. هذا أهم نقطة، يعني نحاول ما نستعجل لأن الوزن ما يا في يوم وليلة ولا شهر ولا شهرين. صحيح، هاي حصيلة سنوات، فلازم نحن نتريث عليه أساسا نحصل على نتائج مبهرة وحلوة. صحيح، وما يرد الوزن أضعاف أضعافه. صحيح، مثل ما قلنا نراقب النوم، في يمكن احتمال هذا الشخص ما ينام عدل، وكذلك هذا الشيء بعد يأثر على الهرمونات اللي موجودة وخاصة هرمون الكورتيزون. فجدا مهم أن عدد ساعات النوم ما تقل أقل عن 7 ساعات في اليوم، فلازم نريح بالنا ونرقد بشكل جيد. قلنا بعد نحن الماء جدا مهم أن نحن نراقب كمية الماء اللي نشربه على مدار اليوم.
صحيح، وهي من الأشياء المهمة. نعم، ولازم بعد نشوف الكتلة العضلية في الجسم، لأن كل ما بنينا نحن عضلات كل ما ساعدنا الجسم إنه يحرق زيادة. فالرياضة والحركة في البنية الضعيفة اللي ما فيها عضل، هاي ممكن يعني ممكن هي تكون، أنا أقصد يعني هو في كتلة دهون ولكن ما في عضلات عنده زيادة، فهذا الشيء ممكن يأثر. فلازم إحنا نشجع على الرياضة ونبني الكتلة العضلية. أنا ما أقصد يعني لازم عضلات يعني تكون عندنا ونسوي حديد وهاي الأشياء، تكون أوزان خفيفة وتناسب جسمه. وممكن يكون مثل ما قلنا في عندها خلل عضوي. صحيح. في الجسم، لا سمح الله يكون فيه مثلا خلل في الغدة الترقية، الهرمونات، هرمون الحليب مشكلة فيه، تكيس المبايض، هاي الأمور ممكن تساعد أنها توقف نزول الوزن أو تبطئ من نزول الوزن. تعود الجسم على نفس النظام والروتين نفسه. صحيح. نفس السعرات، نفس النظام، نفس مقاطعة الكربوهيدرات لفترة طويلة، هذا بعد أكيد بيخلي هالروتين راح يخلي الوزن ثابت. لازم إحنا نكسر النظام ونغير البرنامج بشكل كامل أساس إنه صحيح الوزن يبتدي ينزل. أستاذة مريم، عندنا سؤال بتكون إجابته باختصار لأن الوقت داهمنا والموضوع جدا مهم، ويعني حتى مهم لمعظم الأشخاص خاصة الناس اللي تعاني من هذه المشكلة. سؤال يقول: أكلي متزن وأسوي رياضة 4 مرات في الأسبوع، ولكن وزني ثابت وما ينزل حتى جرامات لأكثر من 6 شهور، مع العلم أن نومي جيد وأتبع الصيام المتقطع. ما أدري إذا كانت تراجع، هل هي شافت الكتلة العضلية مثل ما قلنا؟ صحيح، احتمال الوزن عندها مو هكذا زود، يعني عندها زيادة وزن بسيطة، أنا ما أعرف وزنها بالضبط كم. صحيح. بالنسبة لطولها، فهي الأفضل إنها هي تراجعنا. نعم. ونبتدي معاها بالإجراءات ونشوف النظام، لأن الواحد لازم يراقب السعرات الحرارية ونوعية الأكل اللي يأكلها. ساعات ممكن تكون يعني الكمية بسيطة ولكن سعراتها عالية جدا. صحيح، وكذلك يعني جدا مهم كذلك إجراء الفحوصات الطبية مثل ما ذكرتي، يعني خلال هذه الفترات أساس يتبين الشخص إذا عنده مشكلة معينة هي اللي مؤدية لهذه المشكلة في بطء تخفيض الوزن أو لا. أستاذة مريم علي، نشكرك بخصوص الفقرة التغذوية لليوم واللي كانت جدا مهمة واللي هي بطء تخفيض الوزن. أستاذة مريم اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا لكم مستمعينا، كانت هذه فقرتنا التغذوية وتحدثنا عن بطء تخفيض الوزن. طالعين فاصل وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله وياني. فقرتنا الحين بنتكلم عن خدمات مركز غسيل الكلى بالبرشة. طبعا مركز غسيل الكلى في منطقة البرشة هو واحد من مركزين حديثين تم تدشينهما مؤخرا، ومركز البرشة يعد من المراكز المتخصصة الأكثر تطورا في تصميمه وفي تطبيق أفضل البروتوكولات الطبية المعمول بها عالميا، وبما يتضمنه من تجهيزات متقدمة ووسائل وتقنيات حديثة، وما يتميز به من مناخ استشفاء فخم والسبل ومرافق راقية لراحة المتعاملين، إلى جانب تكامل عياداته الطبية المتخصصة والمرتبطة بأمراض الكلى واللي يقوم عليها خبرات طبية وإدارية عالية الكفاءة. وللحديث عن المركز ونوعية خدماته
يسعدنا يكون ويانا اليوم في البرنامج الدكتور أحمد بن كلبان، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية التخصصية في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير دكتور أحمد. صباحك الله بالخير دكتورة، كيف حالك؟ الله يسلمك، حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. يا حياكم الله، ايش حالك؟ الحمد لله الحمد لله. طبعا دكتور في البداية نشكركم على جهودكم، يعني من ناحية يعني الخدمات اللي توفرونها يعني سواء للمتعاملين وخاصة الحين مثل ما ذكرنا في مركز الكلى، يعني التركيز ما كان بس طبيا، التركيز طبيا ونفسيا ومعنويا للمرضى اللي يتعالجون في المركز. فحابين نتعرف أو ناخذ نبذة عن مركز البرشة لغسيل الكلى وإمكانياته. هنا قبل ما أتكلم عن المركزين حبيت يعني نحطكم بالصورة، يعني مثل ما تعرفون انتشار الأمراض المزمنة، السكر وأمراض الكلى وغيرها، أثرت كثير على فئة كبيرة عزيزة علينا من يعني من مواطنين ومقيمين إمارة دبي والإمارات المختلفة. نعرف مريض يعني غسيل الكلى يحتاج أكثر من 576 ساعة سنوية في المستشفى. نعم. لغسيل الكلى يعني يدخل المستشفى 3 جلسات أسبوعية، وكل جلسة تتراوح يعني بين 4 ساعات إلى 5 ساعات على حسب الحالة المرضية للمريض. فهذا يعتبر عبء كبير للمريض، تعرفين الانتقال من البيت إلى المستشفى في حدود 3 مرات أسبوعيا، وتعرفين بيئة المستشفى، أول شيء البعد، ثاني شيء مواعيد، ثالث شيء لا سمح الله المستشفى مثل ما قلنا بيئة علاجية استشفائية وغير، بس ممكن في نسبة من العدوى ممكن تنتقل إلى هؤلاء المرضى اللي مناعتهم أوردي يعني نازلة وقليلة. صحيح. من هذا المنطلق الحمد لله هي ما قصرت، سوت دراسات جدوى وشكلت فرق عمل نشوف هذا الموضوع، والحمد لله بدعم من يعني أبناء عبد السلام رفيع تم الحمد لله دعم إنشاء هذا المركز، ودعم كذلك من الهيئة بتوفير هذا المركز يعني أعلى معايير الجودة العالمية، ماخذين بعين الاعتبار يعني توفير أعلى مستويات السعادة والرضا للمتعاملين. الحمد لله. مركز الباشا ومركز الطوار الحمد لله تم افتتاحهم من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي. نعم. رئيس المجلس التنفيذي الحمد لله في التابع من ديسمبر 2021 مناسبة العياد الوطنية للإمارات العربية المتحدة، والحمد لله من هذاك اليوم وبدأ العمل في المركزين مع بعض الحمد لله، وكل واحد يتميز عن الثاني بأشياء، في أشياء مشتركة. بالنسبة لمركز البرشة يعني موجود في البرشة جنوب، ما شاء الله مساحة كبيرة تتراوح يعني بين 6000 متر مربع، ما شاء الله. مثل ما قلنا يعني بدعم من هيئة الصحة وأبناء عبد السلام الرفيع، يتكون المركز من 60 سرير على طابقين، في ما شاء الله يعني مجموعة من الغرف والأسرة يعني راعت فئات المرضى، فعندنا تقريبا 18 سرير لكبار الشخصيات. نعم. وعندنا 32 سرير بالطابق الأرضي و28 سرير بالطابق الأول. والعيادات الحمد لله راعين أن تكون العيادات تخصصية لها علاقة بأمراض الكلى. نعم. منها عيادات تخصصية بالسكري وضغط الدم وعيادة الأوعية الدموية وعيادة التأهيل للمرضى قبل الغسيل مهما كان المريض، خاصة أول مرة محتاج دعم مثل ما ذكرته نفسي وبدني وحتى العائلة نفسها. هذه عيادة ضرورية أيضا أساسا يتقبل موضوع الغسيل، وعندنا أيضا كذلك عيادة تثقيفية صحية وللمرضى من ناحية التغذوية. الجميل نعم دكتور، الجميل أنكم ركزتوا على كل النواحي وليس ناحية فقط يعني اللي هي غسيل الكلى ويطلع المريض من بعدها، بس تركيزكم ما شاء الله على كل النواحي اللي ركزت كذلك على الناحية النفسية لهذا المريض، وخاصة نفس ما ذكر دكتور يعني أول مرة جاي يعمل الغسيل. هنا عندنا بعد الخدمات للمختبر وخدمات الأدوية والصيدلة الحمد لله. الحمد لله. المركز نحن اخترنا له يعني شركة مشاكلة من الشركات الرائدة
في الإمارات وحول العالم. مثل ما تعرفون في عندنا شركة الميد كلينك من الشركات الرائدة الحمد لله موجودة وتدير المركزين بس تحت إشراف لجنة توجيهية من هيئة الصحة. دائما نحن معاهم على تواصل ننسق ونشوف مؤشرات الأداء نتابع العمل الطبي والإداري واللوجستي حتى إذا لا سمح الله في أي ملاحظة أو شكوى نتاركها أول بأول وحتى إذا في اقتراح نأخذها يعني بعين الاعتبار وندرسها أكثر وأكثر. نعم ممتاز. المركز الثاني عندنا مركز الطوارئ يعني في عجالة لأنهم قريبين من بعض. صحيح. مركز الطوارئ غسيل الكلى موجود في منطقة الطوار. نعم. وكان في دعم يعني الحمد لله من السادة دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري مع ثلاث جمعيات خيرية هي جمعية بيت الخير وجمعية دار البر وجمعية دبي الخيرية عفوا. نعم. مع دعم كبير من الهيئة في الإنشاء وتوفير كل الأجهزة والمعدات والتقنية وغيره وغيره. يحتوي الطوار على 40 سرير. نعم. مثل ما قلنا أيضا بطابقين وفرنا فيه الحمد لله الأسرة الخاصة للمرضى ورأيناها أيضا طبيعة أعمالهم في غرف خاصة وفي غرف VIP وفي غرف أيضا مثل ما قلنا أيضا غرف خاصة. العيادات تقريبا نفس العيادات الموجودة في البرشة مثل ما ذكرنا. نعم. للسكري وضغط الدم وعيادة الأوعية الدموية والتأهيل والتثقيف الصحي والتغذية. نعم. وفيها الصيدلة وخدمات الإسعاف. الشيء اللي يميز الطوار يعني الحمد لله أول ما ظهرت الفكرة ودعم إنه يكون جزء من هذا المركز يقوم بالأعمال الخيرية. فتم الاتفاق بين الشؤون الإسلامية وهيئة الصحة إن 30% من السعة السريرية للمركز يكون يعني لمرضى المؤسسات الخيرية. ممتاز. هي نعم. ففي بتكون آلية عمل في تحويل المرضى من الجمعيات الخيرية إلى المركز، نتأكد إن الاشتراطات تطابق عليهم ويقبلونهم. المرضى اللي بتم تحويلهم سواء من مستشفيات الهيئة أو القطاع الخاص أو حتى من الجمعيات الخيرية لازم يكون المريض يعني الحالة مستقرة. نعم. حالته مستقرة بتقرير طبي يعني محدث يكون يعني الحمد لله متواجد في المركز ويأخذ هذه الخدمات. أما إذا كانت الحالة مثلا غير مستقرة وما زالت طارئة أو لها مضاعفات سابقة. نعم. نفضل أن تكون بالمستشفى يوم تستقر الحالة ونطمئن عليه والأطباء أيضا يكتبون لا مانع أن ينتقل لها المراكز يتحول حياه الله إن شاء الله في هالمركز سواء في الطوار أو في البرشة يأخذ كل الخدمات والمميزات اللي كان يأخذها في المستشفى. ممتاز. دكتور حابين نتعرف على أعداد المتعاملين يعني في مراكز غسيل الكلى خاصة في البرشة. هي نعم. نحن ابتدينا هذا المشروع كسوفت أوبينينج في شهر 7 تقريبا. نعم. والحمد لله قدرنا نربط نظام سلامة النظام الإلكتروني الموحد الملف الطبي مع هذه المراكز. ممتاز. فسهل علينا هذا موضوع التحويل. صحيح. والأطباء في المراكز يشوفون التقارير الطبية أونلاين يشوفون الأدوية وكل الأشياء اللي كان يأخذها في المستشفى فهذا سهل علينا موضوع التحويل. صحيح. هو عدد المرضى المتواجدين في مستشفى دبي تقريبا في حدود 220 مريض. نعم. موجودين من فترة طويلة يعني من سواء من إمارات الدولة من دبي من مجلس التعاون وفي فئات أيضا من إدارات مختلفة في حكومة دبي من الشرطة ومن أماكن يعني لأنه يعتبر يعني المستشفى مستشفى دبي والقسم هذا لغسيل الكلى أكثر فبدينا نحن نحولهم الحمد لله من خلال شهر 7 إلى شهر 12 حولنا أكثر من 45 مريض للبرشة. ممتاز. وبالنسبة للطوار الطوار ابتدينا نحن تغريم شكل رسمي في شهر 12 الحمد لله حين واصلين أكثر من 38 مريض. ماشيين الحمد لله حتى بالخطة. نعم. والحمد لله يعني نحن قدرنا أيضا الحمد لله نسوي نوع من الحملة التسويقية والتثقيفية والتوعوية للمرضى الموجودين عندنا أساس أنهم يروحون وهم مطمئنين أن نفس الخدمة اللي موجودة في دبي أيضا توفر المراكز وتحت إشراف ما شاء الله طبي متخصص وتحت إشراف الهيئة. صحيح. يعني نفس المرضى بينتقلون إلى المراكز تحت إشراف
أطباءهم اللي في مستشفى دبي ودعم من الهيئة، نطمن دائما عليهم، نعمل لهم زيارات ميدانية، تقارير توصلنا أول بأول وتحاليلهم الحمد لله وملاحظاتهم ناخذها أول بأول بعين الاعتبار. ممتاز، وهذا شيء جدا مهم كذلك، يعني الخدمة تقدم للمجتمع، فيعني الملاحظات هذه أكيد تطور في هذه الخدمة أكثر وأكثر. إيه نعم دكتور. نعم والحمد لله، يعني المؤشرات ما شاء الله الطبية يعني توازي المؤشرات الطبية الموجودة في مستشفيات الهيئة الحمد لله، وما شاء الله يعني في طور الاعتمادات الدولية، وأطباء نحن قبل ما يجون لازم أيضا نشوف الخبرات اللي عندهم، شهاداتهم، البراكتس الموجود، فكل الأشياء الحمد لله أول بأول نحن نأكد عليها وناخذ أبروفل من الجهات الفنية الموجودة في الهيئة. ممتاز، جميل دكتور أنكم خدتوا يعني مثل ما نقول من الجهات كلها، يعني مو فقط أن يعمل الغسيل ويروح بيته، لا يعني في العيادات اللي تتابع حالته، فهاي يخلي المريض مطمن أكثر أن طبيبه موجود. حتى الأدوية نحن نوفرها إلى البيت. ممتاز. يعني في أدوية تصدر من المركز نفسه، في بعض الأدوية الهيئة تزودهم فيها، ما تقصر يعني الهيئة. نعم. في بعض التخصصات سواء اللي تعرف المريض يحتاج أكثر من سبيشاليتي، صحيح، نحن نوفر الأدوية، نوفر لهم الأمور اللي محتاجينها من مستلزمات طبية أخرى إن شاء الله. حاليا في طور نحن نعزز هالأمور ونعطيهم الأشياء اللي محتاجينها. صحيح، وهذا جدا يعني مهم خاصة لمريض الكلى أن حد يتابع حالته وعن قرب كذلك. الحمد لله. الحمد لله. أنا رسالتي بس بالنسبة للمرضى نبغاهم بس يشجعون يعني للانتقال. تعرفين ما زال في بعض المرضى يقول ليش أنا بانتقل، أنا مرتاح في المستشفى، أموري طيبة مثلا من سنوات، ليش تبغون تنقلوني؟ هو النقل لمصلحته، يعني قريب صحيح. من البيت، نوفر الخدمة متميزة، نبعدها عن شغل لا سمح الله أي عدوى ممكن يأخذها. صحيح. في الأقسام المختلفة، فنبقى المريض إن شاء الله يتقبل شو نقول إحنا التغيير وإدارة التغيير، نحن أيضا شغالين فيها في هذا الموضوع من ناحية التثقيف والتوعية، حتى والله عملنا لهم فيديوهات خاصة يعني تعرض عليهم في اللوحات ممتاز. الإلكترونية، الآيبادات، ونراويهم الخدمات والصور والفيديوهات أساس نقنعهم أكثر وأكثر، فالحمد لله في تجاوب كثير من المرضى، وآملين إن شاء الله الباقية إن شاء الله يلتحقون بهذا المشروع المتميز. إن شاء الله إن شاء الله دكتور. دكتور طبعا أكيد لكل مشروع وما شاء الله المشروع يعني إن شاء الله من نجاح لنجاح، فأكيد هناك توجه مستقبلي للتوسع في مثل هالنوع من المراكز وخاصة لأهميتها. نعم، فحابين نتعرف إذا كان في أي مشروع للتوسع في هذه المراكز. حاليا احنا عندنا مشروعين مثل ما ذكرنا في البرشة والطوار، وفي أيضا نظر على حسب الدراسات يعني احتمال يكون في افتتاح مركز آخر. نعم. ونحن بعد شغالين في مشاريع أخرى، يعني عندنا مشاريع إن شاء الله في طور الإعداد على حسب التوجه الاستراتيجي للهيئة. نعم. في عندنا مراكز شغالين فيها، مركز لمرضى طويل الإقامة. نعم. هذا يتمون يعني يتمون فترة طويلة بالمستشفيات، أشهر وسنوات طويلة على أجهزة التنفس. صحيح. وغيره وغيره، فشغالين في هذا المشروع. وفي عندنا تطوير مراكز أخرى للتأهيل والعلاج الطبيعي. ممتاز. وفي مشاريع أكيد في الهيئة ما شاء الله أخرى، فرق ثانية ومستشفيات تتصالى فيها، فالهيئة ما شاء الله سباقة في هذه الأمور، وأكيد ننظر نحن إلى المستقبل إن شاء الله، إن شاء الله. في تطوير الخدمة والنهوض في القطاع الصحي أول بأول، سواء بالقطاع الحكومي أو بالشراكة مع القطاع الخاص. نتمنى لكم كل التوفيق دكتور أحمد. شكرا يا دكتورة. شكرا. الله يعطيكم العافية. شكرا، الله يعافيك. الله، مع السلامة. مع السلامة. الدكتور أحمد بن كلبان مدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية التخصصية بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. وتحدثنا مستمعين عن خدمات مركز غسيل الكلى بالبرشة، وطرقنا كذلك لمركز الطوار. في رسالة وصلتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بخصوص أقسام الأطفال والعيادات،
إلى تحويلها إلى مستشفى الجليلة والمستشفى غير مكتمل من الخدمات من الناحية الطبية والعلاجية والكادر الطبي والقرف وغيره من التجهيزات. إن شاء الله بنرفع الموضوع إن شاء الله وبيتم التواصل معكم من قبل المختصين. مستمعينا هذه كانت آخر فقرة لنا في البرنامج. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد، فريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، في التنسيق ميرا القفلي، وفي الإخراج والقواسمة ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. إن شاء الله نلقاكم باكر على نفس التوقيت، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.